ازيكم يا شباب امينه، بتكونوا بألف خير. انزلوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. النهارده يا شباب هنتكلم عن اسطوره التاريخ، 9 كور ذهبيه او مش عارف 7 تقريبا، 7 كور ذهبيه. اكتر مراوغ في العالم، اكتر عالمي في التاريخ كره القدم هو الاسطوره معزه. ماشي يا شباب، انتوا كلكم عرفتوا من المعزه دي. اول فريق هو شباب انتقل فيه هو ميسي. كان وهو صغير كان في فريق اسمه فريق بونس اور بيبي. ماشي يا شباب، بونس اور بيبي. لما بدا فيه كان ازعه خالص، ويروح فريق أنس بوبي بيبي قصدي سنة 985، ويروح وقعد سنتين بالظبط شباب في بونس بوبو بيبي. مش شباب، نتمنى نكون نطقتي اسمه صح. اتمنى يكون نطقتي اسمه صح. راح كان أزعى ماشي، وراح اي برشلونة بودي زملكاوي شباب. يعني مثلا قعد سنتين كان هو أزعى خالص، وخد عياج عشان يطول. مش شباب، خد عياج عشان يطول على الاخر، ودلوقتي زي ما انتوا شايفينه طويل. يروح في عام مش طويل، يروح في عام 2001 فريق برشلونة اسباكا بارشا اسباكا كاتالونيا. في فريق برشلونة قعد اكتر من سنتين. في بدايته في مسيرة اسطورية بعد برشلونة، اول هدفي كان عيامي، وانتوا فاكرينه اللي كان بايد كده شباب، كان ضربها بالحته دي كده، الحكم ما شافهاش هي بايد وراحت دخلت جون. ماشي يا شباب، فبعد الهدف الاسطوري ده بعديها سجل 10,000 هدف في مسيرته هي معفنه جدا. اصلا انا ما بحبوش بس بحبه. وياه برشلونة شباب، وبعد 7,334 هدف هو منهم الهدف العالمي اللي كان اداها كده، بعد كده الهدف العالمي اللي كان بمايخيو شباب، لما ضربها كده شباب كده زي كأنه بينقرها دخلت جون. بعد برشلونة شباب يروح فريق اسمه باريس سان جيرمان، بقى معفن جدا وبقى رقم 30. في برشلونة كان رقم 10 ماشي، فكان رقم 30 وبقى زي معفن، وبقى بعد قعد 85 سنة او اكتر من 85 سنة قاعد جوه بيس، قاعد كده ما بيلعبش قاعد. ماشي، بعد فريق بيس يروح فريق اسمه بيونس بوبو بيتا. انت فاكرين صح شباب، اسمه بيونس بوبو بيتا، ما عملش حاجة، قاعد ما قعدش اصلا شهر ومشي منه. مسيرة اسطورية معفنة. الفريق اللي بعده بعد ما سيتو اي برشلونه يا شباب يروح فريق اسمه فريق يا كاكا. فريق يا كاكا ده، يا كاكا اسمه يا كاكا يا شباب، يا كاكا مش يا كاكا، فاحنا مش عاوزين شغل الدبابات، هو اسمه يا كاكا كده، يزم كاكا يا كاكا يا كاكا يا كاكا
شافك اللي بيطير اسمه غلط يا كاكا. وبعد ما دخل الجون اللي هو زي كده شباب قام كده ونططها تنططها 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 وراح دبل كيك يا شباب، دبل كيك عالمية يا شباب، دبل كيك عالمية، وجابها في فريق يا كاكا. يا كاكا ده كان لبسه عامل زي زي ياي مديد وبس لونه بني ولونه اسود ولونه في حاجات هنا كده خطوط لونها بامبا. مش شباب ده فريق يا كاكا، هتبحثوا فيفا 23 فريق يا كاكا، يا كاكا اللي هي اسمها زيتش يا كاكا، هتلاقوها موجوده. نزلت فريق يا كاكا، نزلت. وفريق يا كاكا هو ابن عمته اتولد في لما راح في فريق يا كاكا، وبعد فريق يا كاكا راح فريق اسمه سبونتينز ايت بونت. في سبونتينز ايد يا بانتا وكان في عام 1957 ألف يحا في فريق دي بونسند. هو شعاره دي بونسند يعني شعار زي اي بس مكان الناس ده دي بونسند دي بونسند دي بونسند. وبعد فريق دي بونسند يح فريق اسمه بانس كون تامبا. بانس كون تامبا ده لما راح بانس كون تامبا ابوه كان لسه مولود ماشي، يما يروح ابوه ايه ما يما يروح بيونس بكة بكة. بعد يا كاكا ده خلص بتلات اندية يروح فريق اسمه يا كاكا كده. وبس يا ابن عمتي او يا ابن ابويا ماشي، وبس يا ابن ابويا بعد الجون يا يامي الضم يا خادو بيهد ودخل في فريق اسمه يا كاكا بونس، ودخل في عام ينزلتي او كاكا. ويا هنا كانت الحلقة النهائية. ميسي ماذا؟ ودي شخصية سنسيات لعيبة بنجادية ويا ابن ابو. ودي كانت نهاية سنسيات ناس بتنجانية وبس يا ابن ابويا، هي دي كانت نهاية زنزاي سنسي سنسي نهاية فيديو سنسية شخصيات بنتاجية. وبس يا ابن ابويا سلام.